تعال تعال انت تعال وقف، ايش قاعد عم بتشلف؟ كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. من وين انت؟ من لطامنة. ايش عم تشتغل يا زلمة؟ انت اللي عم بتشيلها اثقل منك، ايش قاعد عم تشتغل؟ عم اشتغل بالحديد. ليش شلفتها هيك لهي رحابتنا يا زلمة؟ اسمه عم اشتغل اسمه عشان طالع حق لقمة الخبز لاهلي. انت اللي بتطالع حق لقمة الخبز لاهلك؟ ايه. المصريات اللي بتطالعهم منهم تروح تعطيهم لاهلك؟ ايه. الله يعطيك الف عافية، انت بتعرف انك بطل؟ ايه. بتعرف سوبرمان؟ ايه. اللي بيطير؟ ايه. انت اقوى منه. والله لانه انت بتشتغل بالحديد من الصبح للمساء وبتاخذ المصاري وبتروح تعطيهم لاهلك مشان ما يحتاجوا حدا، ما هيك؟ نعم. طيب خيو سؤال وجواب. نعم. اذا عرفت تجاوب ربحناك. نعم. ما عرفت تجاوب خسرناك. نعم. تمام. هي الماده اللي انت عم تشتغل فيها ايش اسمها؟ الحديد. برافو عليك، الجائزه الاولى. سؤالنا الثاني بيقول خيو في شيء بيحكي بدون تم وبيسمع بدون صوت. التليفون. برافو عليك، تفضل يا قلبي، هدول إلك مصروفك. تمام، وعطينا 20 ثانية وهي إلك، هاي مصروف خاص فيك، هاي بتعطيها لأهلك وهي إلك. شلونك يا بطل؟ والله الحمد لله. شو أخبارك؟ والله طمنا عنك، إن شاء الله بخير. تمام. من وين أنت؟ فتول هيك والله. شوي إيه. من وين أنت؟ من ضيعة الخوير. الخوير؟ إيه. ما شاء الله. أبوك شو بيشتغل؟ أبوي مات، متوفي. أبوك متوفي، الله يرحمه. من كم سنة توفى؟ من شي 4 أشهر. شلون توفى؟ أصابته جلطة. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب. كم أخ أنتو؟ ها؟ كم أخ شاب عندك؟ إحنا أربعة. أربع شباب بيشتغلوا كلياتهم؟ لا لا، ما نشتغل غير أنا وأخوي. وين ساكنين؟ ساكنين بضيعة كفر يحمول. كفر يحمول، الله يعطيك العافية. كم شخص ساكنين بمخيم ببيت؟ وين ساكنين؟ بخيمة. بخيمة؟ ايه بيه. الله خيو، سؤال واحد تربح جائزتين فورا بسرعة. طيب سؤالنا بيقول في شيء بيسمع بدون إذن وبيحكي بدون ثم. الهاتف. الهاتف، برافو عليك، تفضل يا غالي، الله يعطيك ألف عافية، إن شاء الله نشوفك بأعلى المراتب. يلا دير بالك حالك.